يقول: وإذا كان عليه مبلغ لأشخاص قد أخذها منهم بقصد فعل مشاريع خيرية كبناء المساجد، ماذا يصنع؟ هل عليه أن يعيدها لهم علما بأنه لا يجد الآن شيئا من المال، أم أن الله يتوب عليه إذا تاب من ذلك؟ هذه مصيبة يقع فيها بعض الناس أو بعض الجمعيات، أنها تأخذ الأموال من الناس بقصد ما تبي تضعها في مشاريع، ثم تضعف نفوسهم ولا يضعونها في مشاريع ويتملكونها أو يستهلكونها لحوائجهم. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذا يتوب إلى الله ويرد الأموال إلى مصارفها التي خصصت لها، يردها إلى المساجد، إلى المشاريع التي خصصت لها. وإذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فإنه يكتبها دينا في ذمته، يكتبها دينا في ذمته، متى ما يسر الله عليه يرد هذه الأموال إلى مواضعها. نعم.